بسم الله ولا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. احنا في سوق الدلنجات يوم السبت ومعاكم قناه المواشي اليوم يوم 19/11/2022 وتعالوا نشوفوا اسعار البتيلو النهارده مع اولاد حميده حج ناصر. صباح الفل يا غالي. الاسعار عاملين النهارده حلوه الله يبارك لك. يعني اسعار بتبدا من كام لكام يا حج ناصر؟ من 5000 ل 6000 الاسعار يا عمو. من 5000 ل 6000 يا جماعه اسعار البتيلو النهارده في سوق الدلنجات. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي، الله اكبر على الماء. سمينا كده حج ناصر اسعار كده اهو ب 52 يا عمو. 52 ذكر يا جماعه بسم الله ما شاء الله. واللي فيه ده هو ده بنفس السعر برضه، بنفس السعر. احنا عايزين اسعار بمرضي الله عشان برضه الناس تشتري عليها. الله يبارك لك. بقول لك والله بمرضي الله يبارك لك يا معلم ناصر، المعلم ناصر حميده. ودي ك 52 برضه. 52 برضه الله اكبر. ده ب 46. 46 يا جماعه اللهم صل عليك يا نبي. واللي فيه ده هو انت ماشي كده ب 5000 وطالع على كله فوق ال 5000 على كده. فوق ال 5000 كده بسم الله ما شاء الله. من 5 ل 6؟ اه. من 5000 ل 6000 يا جماعه اسعار البتيلو النهارده في سوق الدلنجات. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. اتفرج ومل عينيك وصلي على حبيبك النبي. اللهم صل عليك يا نبي. عم صبحي صباحك ابيض ان شاء الله. الاسعار عاملين النهارده عم صبحي؟ الاسعار حلوه اللي جالك عليها الحاج ناصر كلها دي. الله يبارك له الحاج ناصر ويصلح حاله وحال الجميع. معلم احمد صباح الفل يا غالي، عامل ايه يا غالي؟ الله يبارك لك. اللي كله عاملين النهارده يا معلم احمد؟ شغال والله يا حاج. غالي برضه الله يقويكم ويعينكم بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. يا نبي على البتيلو النهارده. سمينا الاسعار يا معلم احمد والله. كل ده 5000 55 55 ده وده هو ها؟ دي بكام اللي جوا ده؟ ودي ودي ب 6000 جنيه. 6000 بسم الله ما شاء الله. اللي فريحه ده هو؟ ودي ب 55. 5000 ونص. ودي ب 5000. وده ب 5000 بسم الله ما شاء الله. ودي ب 5000 وانت طالع لغايه 6000 جنيه. من 5000 ل 6000 بسم الله ما شاء الله، يعني اعلى حاجه 6000؟ اه اعلى حمارة 6000. سنة سامعين اسعارها اعلى من كده؟ لا والله. ولا كل حاجه على قدها؟ طب كل حاجه على قدها. كل حاجه على قدها بسم الله ما شاء الله. الكبير البلد الايطالي ده يا احمد عامل كام ده؟ يا عم 62 ونص. 62 ونص 6250 بسم الله ما شاء الله على المحل. الله اكبر. الفريحه ده يا احمد؟ يا عم 6000 جنيه. 6000 بسم الله ما شاء الله. وده هو؟ يا عم 55. 55 5000 ونص بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. يعني اي كميه موجوده يا احمد لو حد عايز حاجه؟ اي كميه يا حاج. واحد عايز 50 20 10 اي موجوده في سوق الدلنجات. الله يبارك لك يا معلم احمد. ادينا الرقم طيب. 010 010 98 11 95 98. اي حد يتواصل معاك تابع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. صباحك ابد ان شاء الله. الله يصلح حالك وحال الجميع. اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه، والى اللقاء يا خير الاصدقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.